راح نبلش نشرح الدايناميك من الصفر. الاساسيات مش راح نطول عليها كثير لانه مش هالشيء العظيم، يعني هي ماشي اساسيات بس مش شيء عظيم بالماده، ما راح نستعملهم كثير الا اذا بده يكون الكوز سهل بكره بيجي عليه. لاحظ هسه بدنا نعرف مصطلحات احنا ورموز معينه بالماده لازم نكون احنا عارفينهم. هسه لازم نعرف اول شيء انه في عندنا شيء اسمه الاكس او الواي. ضرب بشكل عام لو كانوا مثلا الاثنين مع بعض نسميهم مرات ار. هاي اول شغله لازم نعرفها، الاكس والواي والار. هذول شو بيمثلوا بالعاده؟ بيمثلوا عادي البوزيشن بالفيزياء 1 الاغلب اخذهم. البوزيشن بتعمل اكس واي او الار بشكل عام، يعني ممكن راح نحتاج بالماده مصطلحات الار. كيف الصوت؟ هاي صوتي طالع؟ في حدا مش طالع؟ لا لا تمام الصوت، انت من عندك المشكله يا عبد الله. صوتي واضح على كل انه في ريكورد، يعني لو في شيء راح عليك او شيء بس انه للمسه بكونوا نازلين على القناه ان شاء الله. قائمه التشغيل الفيرست. هسه الاكس والواي والار بشكل عام هم البوزيشن. في عندي الفي اللي هي السرعه الفيلوسيتي، وفي عندي الاي اللي هي الاكسلريشن. كملوها هسه الاكس والواي والفي والاي. هسه هذول في علاقات بين بعض، هم بربطوا بين بعض. بكل بساطه بحكي لي انا اذا معي الاكس وبدي الفي بنزل نزول، واذا بدي الاي وبدي الفي مثلا او بدي الاكس بطلع طلوع. اذا نزلت نزول بدي اشتق اشتق. طبعا خطي كمان على الزوم بخسي، واذا بدي اطلع لفوق بكامل، هاي اشاره التكامل. بس هسه في قوانين معينه مش دائما بدي اكمل اشتق، بدي كذا بدي كذا حسب السؤال. عندي حالات للاسئله كثير شو بدهم يكون كيف بدي اتعامل معهن. هسه لما نحل بروبلم احنا راح اقول لكم كيف تتعاملوا مع اي سؤال ممكن يجي. المهم هذول المصطلحات الاساسيه لازم نكون عارفينهم، البوزيشن فيلوسيتي اكسلريشن. هسه لو شفت انا سؤال عندي مثلا هسه الاسئله بتيجي اقترانات بالعاده، مش راح تيجي انه شيء مجهول، راح تيجي اقترانات. لو اجاني انا سؤال مثلا اكس بدلاله تي، وهسه راح نشوف مثال عليه. وشفت مثلا في بدلاله تي، شفت اي بدلاله تي، يعني زمن، والاي والفي والاكس عرفنا شو هم، تي يعني تايم زمن. مثلا شفت اي بدلاله في، ايه بدلالة اكس، عادي اقترانات ماشية ببعض، عادي اقترانات حرة. انا السرعة بدلالة المسافة، التسارع بدلالة المسافة، التسارع بدلالة الزمن، التسارع بدلالة السرعة، اذا مشى كذا صار معي كذا. عندي انا كثير معطيات، كثير حالات ممكن تيجي. ممكن يعطيني الـ A constant، ممكن يعطيني الـ V constant. فأنا في عندي كثير حالات بدي أتعامل معها. بس بكل بساطة أنا بدي أشوف معطيات السؤال وبدي أشوف المطالب. راح نضرب أمثلة من الكتاب طبعا، يعني مثلا عندي مثلا هون مثال، طبعا هون شرح وهو أبسط مثال وعادي أجي سنوات ترى وعليه 12 علامة. سؤال مثلا زي هيك أنا كيف أتعامل معه؟ أنا بشوف إنه أول إشي معي اقتران إكس بدلالة تي، هي أول إشي. طالب مني سرعة، طالب مني سرعة، السرعة رابطها بزمن، يعني حكي لي الزمن اللي عندها السرعة زيرو، يعني في كمان بدلالة تي. هسا لما أنا أشوف معي سرعة بدلالة زمن وبده مسافة بدلالة زمن وبده سرعة بدلالة زمن، بكل بساطة اشتق اشتق دي إكس على دي تي. يعني ال v بدلالة t راح تصير معي زي ما هو مكتوب تحت، راح تطلع معي زي هيك. هاي ال x وهاي ال v. طبعا واذا بدي تسارع بنفس الفكرة بدي بشتقه كمان مرة. بس هذول انا عرفت هيك اشتقيتهم، هيك انا اول خطوة بشوفها اذا اجاني سؤال x بدلالة t بشتقهم. هسا هو حكى لي بنقرأ السؤال، هسا قرأنا مثلا حكى لي اوجد الزمن
هيو the time which the velocity will be zero. يعني بده الزمن اللي عنده السرعة zero. يعني أنا بدي أمسك اقتران السرعة اللي طلعته وأساوي بالصفر. أنا بدي سرعة تساوي zero. فأنا بصفرها بالصفر بتساوي 3t تربيع ناقص 12t ناقص 15. معادلة تربيعية بحطها على عليها هاسبة بيطلع معي قيمتين لتي. تطلع معي واحدة موجبة راح تطلع معي واحدة سالبة. شو بعمل أنا؟ أمسك السالبة وبهملها لأنه التي زمن، الزمن ما في زمن سالب. الحنين الماضي بقى. والتي موجبة شو بعمل فيها التي موجبة؟ هي اللي باخذها. هو هذا التي اللي عنده زيرو. طيب ما خليه على جنب. هذا هيك أول فرع. هسه الفرع الثاني حكي لي الموقع والمسافة اللي مشاها الجسم عند هذاك الزمن. طيب احنا الزمن هون لما نحل السؤال بيطلع مع الزمن بيساوي خمسة. هسه شو حكي لي؟ حكي لي بده البوزيشن. البوزيشن يعني قلنا الاكس. بده الاكس متى عند هذاك الزمن؟ الزمن كم طلعنا؟ خمسة. يعني بده اكس الخمسة. اكس الخمسة بعوضها باقتران المسافة بيطلع معي قيمة اكس الخمسة. بيطلع معي سالب 60. سالب 60 يعني انا لو عندي محاور او اوريجن معين كان مثلا هون الصفر هو صار هون. يعني مشى هيك ما بعرفش كيف مشى حسب الاقتران. انه المهم انه صار هون. هذا موقعه. بده المسافه اللي مشاها. المسافه اللي مشاها من صفر لخمسه. هسه دائما لما يطلب مني المسافه اللي مشاها، كيف شو يعني المسافه اللي مشاها؟ لو عندي انا هذا خط الاعداد. الجسم كان هون. والجسم بعدين صار هون. شو المسافه اللي مشاها؟ مشى هاي المسافه. شو ارسم ابلون ثاني؟ هاي المسافه اللي مشاها. طيب لو فرضا هذا الجسم كمل ورجع لهون. شو المسافه اللي مشاها؟ بتصير المسافه اللي مشاها هاي زائد هاي. المسافة ايش؟ المسافة اللي مشاها يعني انا بمشي مثل الفانكشن. يعني مثلا بدي المسافة اللي مشاها من هون مثلا لهون. انا شو بعمل؟ بمشي هيك. بمشي الاقتران نفسه. في المسافة اللي مشاها يعني كل شيء مشاه. هسا في فرق بين مسافة وديستانس. المسافة قلنا كيف مشى؟ كيف يعني شو الاشي اللي مشى؟ شو المسار اللي مشى؟ الازاحة اللي هي وين كان وين صار؟ طيب وين كان هو الجسم؟ الجسم كان هون. طيب وين صار؟ بعدين صار هون. الازاحة اللي مشاها الفرق بينهم. فهاي اللي بنهدي displacement وانا اساسيات يعني مش كثير مهمه يعني مش راح نحتاجها بالماده ولا بالاصفر ايش بدها تكون؟ بدها تكون ديستانس. طيب فهسه هو بده المسافه اللي مشاها من صفر لخمسه. هسه من صفر لخمسه لا دائما لما بدنا نوجد مسافه بدنا نعرف اذا الزمن وصل الصفر ولا لا. إذا وصل الصفر من ناحية سرعة، يعني بروح لاقتران السرعة وبساوي بالصفر، بشوف المسافة اللي مشاها من صفر لخمسة في بيناتها زمن يساوي صفر، أنا هسه طلعت المعادلة وطلع عندي الزمن بس عند الخمسة، فمعناته بين الصفر والخمسة ما في مسافة ما في سرعة زيرو، يعني الجسم ما وقف فبتضل المسافة مباشرة طرحها، المسافة اللي مشاها بتكون موقعه عند الخمسة ناقص موقعه عند صفر. طيب هسه هاي الفرع الثاني. الفرع الثالث بده الاكسلريشن عند هذاك الزمن اللي هو عند الخمسه. يعني بده ايه الخمسه بروح اقتران السارع بعوض خمسه. شيء بسيط جدا. طيب الفرع الاخير بده المسافه اللي مشاها من الاربعه للسته. هذا السؤال اذا اجب الامتحان بيجي عليه ست علامات واللي قبل بيجي عليه ست علامات. متخيلوا فرع مع انه الفرع اللي قبله كان بده الديستانس بس هذا لحاله ست علامات والباقي ست علامات. ليش؟ انه هذا فيه فكره معينه. لما يحكي لي بده الزمن بفتره معينه لازم افحص اذا الجسم زي ما حكينا قبل شوي اذا الجسم وقف ولا لا. شو يعني وقف؟ يعني وصل سرعه زيرو. انا هسه حليت اقتران السرعه لما سويته بالصفر طلع مع الزمن بيساوي خمسه.
هسه بشوف فترتي من وين لوين، من الأربعة للستة، فترتي من الأربعة للستة، بشوف أعمل أنا الخمسة بناتهم ولا لا؟ آه والله الخمسة بناتهم، معناته الخمسة بناتهم، شو بعمل أنا؟ بطرح هذول لحال، وبطرح اللي هي خمسة، وبطرح هذول لحال، بحط بناتهم إشارة مطلق، هاي مطلق وهاي مطلق وهاي مطلق وهاي مطلق، واجمع بينهم، بتكون هاي المسافة المشاها. التفسير لأنه الجسم موقف، الجسم موقف صار في عندي اختلاف إشارات، في عندي اختلاف كذا، وأنا بدي مسافة مشاها بكل بساطة. طبعا هي بالرسمة بتبين إنه كان في موجب، يعني أنا إذا مشيت مثلا هاي مسافة موجبة مثلا، بعدين إذا مشى هيك مثلا مسافة سالبة، فرضنا هذا سنتر لاين مثلا، فموجب وسالب، أنا بدي أجمع أصلا، فأنا لو طرحت طرح عادي بدون مطلق السؤال بيطير، فأنا إيش بدي؟ بدي مسافة مطلق، لأن أنا بدي مسافة، ما بدي أتعامل مع إشارات ولا بدي شيء، لأنه ديستانس، الديستانس مطلق، لأنه فيش ديستانس سالب. يعني معقول أنا مشيت سالب 100 متر؟ مش منطقي. زحت سالب 100 متر؟ آه، بس مشيت سالب 100 متر؟ ما فيش، أنت بتمشي يعني أنت قاعد بتتعب يعني يعني بتمشي كذا وصفة يعني. طيب برجعش رجوع، فمباشرة أنا بشوف بأخذ بنات المطلق وبحل السؤال. هاي فكرة لازم أعرف، مثلا لو كان عندي عند الخمس ونص كمان في زمن بيساوي زيرو، برضو بفصل بين الأربعة والخمسة، وبين الخمسة والخمس ونص، وبين الخمس ونص والستة، بعمل مطلق وبطرح بيناتهم، بعدين النواتج النهائية بجمعها. السؤال موجود بالدوسية بالتفصيل، حله وشرح هذا الشيء موجود بالتفصيل. هيك يكون أول سؤال انتهى، بيجي عليه 12 علامة، أجل سنوات يعني مرتين تقريبا، مرتين على ما أظن، كثير بسيط. بس الفكرة أنه الطلاب بغلطون، هم بصلوش بحكوا X للستة ناقص X للأربعة، خطأ، بطلع X للستة ناقص X للخمسة بين مطلق، بعدين X للخمسة ناقص X للأربعة بين مطلق. هيك أنا بكون طلعته هنا، جمع بيناتهم وطلع معي آخر شيء، هيو طلع هاي 10 وطلع هاي 8، بعدين نيجاتيف دايركشن 8، بعدين انا شمل 10 زائد 8، اخذ مطلق ما اخذ سوائل. مش مهم كثير. هسه حكينا كيف نعمل مع كيف نتعامل مع الفانكشن. هسه هذا السؤال بنرجع له كمان شوي، بس اقول لكم مثلا بالبروبلم، هذول البروبلم مثلا 11.3 الدكتور طالبه مثلا بالمجموعه بي او اي، فبدي احله. سؤال اثنين مش طالبه، ما فيش داعي اشوفه لانه راح يكون فكرته زي الاول او فكرته زي اللي تحته، فلو احل البروبلم المقترحه بشوفها عادي سهله. حتى انا بشوف هذا السؤال مثلا، هذا السؤال معطيني اكس بدلاله تي، شو بده؟ بده الفلوسيتي والاكسلريشن، بشتق زي السؤال اللي احلينا قبل شوي، بسيط جدا، باخذ دقيقتين بس اشتقاق تكامل، بده تكامل. نشوف اسئله ثانيه، اكس بدلاله تي نفس الشيء، اكس بدلاله تي نفس الشيء، بسيط، اكس بدلاله تي نفس الشيء، برضو هاي الصفحه كلها اكس بدلاله تي، فمش مهم يعني. بس هسه احنا كيف نتعامل مع السؤال؟ انا مثلا لو شفت سؤال عندي اي بدلاله في، حكى لي واعطاني علاقات بين الاكس والفي، ما جاب لي سيره زمن ابدا، زمن ما جاب سيرته، ما جابش سيرة الزمن. طيب انا كيف بدي اشرحه كامل بالنسبة للزمن؟ عشان هيك ما بزبط معي، فعشان هيك انا بدي اتخلص من الزمن. كيف بدي اتخلص من الزمن؟ احنا بنعرف انه ال v بتساوي dx على dt، وبعرف انه ال a بتساوي dv على dt، وانا اصلا ما بدي زمن. فانا لو مسكت dt حطيتها موضوع قانون، ولو مسكت dt حطيتها موضوع قانون، شو بصير عندي؟ بصير عندي dt تساوي dx على v، وبصير عندي dt تساوي dv على a، فبالتالي بسوي المعادلتين ببعض بيطلع عندي dx على v تساوي dv على a. شو صار عندي أنا هسه؟ صار عندي علاقة بين
الاكس والفي لحالها وتخلصت من الزمن، والسؤال اصلا ايه معطيني بدال في واعطاني معطيات بتخص الاكس، فايش بعمل؟ بكامل الطرفين وبمشي، خلي في مع في لحال، الدي في مع الفي لحال، والتي اكس مع الاي لحال، وبخلص السؤال. فانا دائما اذا شفت الزمن مش معطيني سيرته بتطبق هاي العلاقه، ركزوا عليها كثير وكامل واشتقوا عادي ما فيهاش اي مشكله. في عندي كمان تريك ممكن يجي، التريك اللي ممكن يجي مثلا، انا هسه مثلا عندي 5 تي تربيع دي 5 تي دي تي مثلا تساوي 5 في دي في، وهذا في تكامل مثلا بدي اوجد معادلات في دلالتي، يعني بدي اطلع شو اسمه اقتران مثلا زي هيك. انا هسه عندي حدود تكامل، عندي حد علوي وحد سفلي، هسه بدي اعرف شغله واحده، حدود تكامل علويه لا تعوضها خلص خليك في فاينل، مثلا اطلع معادله لان السؤال ممكن يطلب الفرع اللي اطلعه ممكن احتاجه، يعني المعادله اللي بدي اطلعها ممكن احتاجها، وهون مثلا تي فاينل خلينا لا تعوضهم. بس بالنسبه للانيشال انا بدي اعرف شغله واحده، حكالي عن تي تساوي 1 الفي تساوي 5، فانا شو بعمل؟ بروح احكي 1 5. طيب حكالي عن تي تساوي 0 الفي تساوي 0، راح اقول له 0 0، قال لي تي تساوي 10 في تساوي 5، بقول له 10 و5. فالفكرة حدود التكامل بدي أعرف إنه هذولا بيكونوا لهم علاقة ببعض، مش إنه حيلا بحط أي رقمين بدي إياهم حسب المعطيات. في سؤال بالدوسية كثير ناس سألوني عنه، ليش عندي تي تساوي 1 أنت ما أنت حكي لي تي ريست معوض لي مش صفر، أو ليش أنت معوض لي 1 وكذا؟ لا أنا ما عوضت، أنا التزمت بمعطيات السؤال. يعني في أمثلة هون شوي، شوف إذا في هون مثال قريب. مثلا هون تي تساوي 0 الفيلوسيتي للبارتيكل 400، والإكس والفي بتساوي 370 لما الإكس تساوي 500 وعند الزمن واحد. فأنا لما بدي أعوض حدود التكامل هاي دي تي هون تساوي مثلا كذا دي إكس، ولو في طرف ثالث مثلا كذا دي في مثلا، حكالي هون عند تي تساوي 0 شو مالها الفي 400، فعند الزيرو بحط 400. طيب حكالي عند الفي 370 هاي الفي 370 شو حكالي؟ حكالي الاكس 500 فبروح هون 500. وهذا متى الحكي كان عند تي تساوي 1، فاحنا راح نلتزم بالمعطيات اللي زي هيك ونعرف المعطى شو اللي عندي شو عوض حدود التكامل. طيب انا هسه في سؤال ما نشرته ولا مره مش عارف حاسس راح يجي او شيء. فكره هي الفكره بتحكي لي بدي اكتبها كتابه، اكتبوها انتوا عندكم كمان او انه حكي لي مثلا في acceleration للبارتيكل اوف بارتيكل از دايركتلي proportional with square of time. بقول لك تسارع للبارتيكل بتناسب هذه مع مربع الزمن. قال لي when تساوي 0 x تساوي مثلا 90 40 when تساوي 10 مثلا في تساوي 30 مثلا، معطيات زي هيك. معطيات انا ما ليش بشغله المعطيات، انا بدي اعرف كيف اتعامل مع اذا سؤال اجى زي هيك. اذا سؤال اجى زي هيك هو حكى لي بدنا ننتبه، حكى لي تسارع يعني الاي بتناسب طردي مع مربع الزمن، بتناسب طردي يعني في اشاره تناسب مع مين؟ مع الزمن تربيع سكوير اوف تايم. فهاي مش إشارة مساواة، يعني ما بحكي A تساوي T تربيع، اللي بحكي زي هيك 12 علامة بروحن بامتحان فيرست. روحوا ننتبه A مش T تربيع، لا تساوي T تربيع، لا A بتتناسب مع T تربيع. فإيش أنا بعمل؟ راحت الرسمة ترجعش فإيش بعمل أنا؟ A تساوي ثابت اسمه K مثلاً
بدي تربيع. حتى ايش بطلب مني المطلوب؟ بطلب مني معطيات مثلا بده المسافه وبدي السرعه، فبكامل وبحل حسب المعطيات اللي معي. التريك اللي انا بدي اوصله انه انت بطلب مني بتناسب مع شيء بحط ثابت، مش بخليهم مساواة. هي ما بعرف كم قيمته، انا بطلع قيمته. راح ابعث لكم سؤال محلول عليها ان شاء الله بعد المراجعه. تمام، طبعا عليه 12 علامه واللي ما حطش كي الدكتور مكملش التصليح. طيب هيك بعض الاساسيات، لسه ما خلصناش طبعا، نضل علينا فكره للاساسيات بعدين بنبلش بالبكرات وبالحكي المهم. شو اشوف اذا في حدا عنده سؤال. طيب فيش حدا سؤال. طيب هسه مثلا هذا السؤال، هذا سؤال فاينل فصل الماضي. طبعا انا ببعث لكم على جروب السؤال الارقام اللي اجت في الامتحان. هذا السؤال حكى لي في كره انقذفت بسرعه 10 متر لكل سكند ابورد لفوق، يعني الكره هي مثلا هون، مثلا هاي شباك انقذفت هيك بعدين رجعت. طيب من located 20 متر above the ground، هي انطلقت من مسافة 20 متر عن الأرض. قال لي إذا acceleration constant، A constant مطبق معادلات حركة، معادلات الحركة حفظ بساوي 9.81، يعني بالمختصر سالب G. خطوة قاعدة الجرافيتي دائما سالبة شو ما كان. قال لي لتحت والسرعة لفوق، فإذا الجي سالب والسرعة لفوق موجب. The velocity طالب مني أوجد ال velocity وال y عند any time، يعني بده معادلة. بس بقدر أحله بطريقتين، بقدر أحله بطريقة الكتاب العجقة، طريقة الدوسية العجقة طبعا، وبقدر أحله بطريقة معادلات الحركة. الثنتين صح. طيب صار ليش الكتاب حله على التكامل؟ لأنه لسه ما حل عن معادلات، لأنه ما شرح معادلات الحركة. الكتاب ما شرح معادلات الحركة. طيب بكل بساطة أنا بعرف معطيني تسارع، معطيني سرعة ابتدائية، معطيني y initial، وبده علاقة بينهم وبين الزمن. أنا بقدر أحكي إنه a تساوي dv على dt، ومنه بطلع السرعة at any time، وبقدر أحكي إنه في فاينل اللي بده اياها بتساوي الفي انيشال ناقص جي تي. عادي بقدر احل هيك، بقدر احل هيك، المعادلتين راح يطلع معي نفس الجواب. هيو في فاينل بده اياها. حدود التكامل انت دائما لا تعوض الحدود، دائما لا تعوض. هسه شوفك مثال محلول V final بتساوي V initial، كم V initial؟ 10 ناقص 9.81 T. بنروح على حل السؤال هون، 10 ناقص 9.81 T. بقدر احل على التكامل او بقدر احل. طيب انت هسه بتسال متى اعوض حدود التكامل او متى ما اعوض؟ طيب بنقرب الشاشه زي هيك، حكي لي عندي حل على التكامل. مثلا الطريقه الثانيه A بتساوي DV على DT، DV على DT تساوي الـ A ويساوي الثابت. هسه بحكي DV تساوي كذا DT. طيب هسه بدي احط حدود التكامل، فين DV initial وين DV final؟ زيرو لانه ريست و T final. انا ما بعوض T وال V، يعني لو حكالي اوجد السرعة لما تساوي 5، ها ركز معي، ما تعوض الخمسة، لا تعوض الخمسة، خليها خلص، اعتبر السؤال ما اعطانيش، خليها معادلة، خليها تطلع معادلة زي هيك. أنا هاي الفكرة، لا تعوض حدود التكامل، قصدي فيها إنه لو حكى لي أوجد الزمن عند السرعة تساوي 5، أنا ما بعوض الخمسة فوق. ليش؟ لأنه أنا لو الفرع اللي بعده طلب مني مسافة، راح تحكي لي أنا ما عندي معادلة أكاملها، وراح تحكي ولا حياة دالي السؤال ناقص ووصف. فهمت كيف؟ أنا ما بعوض حدود التكامل مشان يطلع الناتج معي معادلة، والمعادلة هاي أنا بتفنن فيها على كيفي بعدين. فهمني يا زلمة؟ بالتالي ما بعوض.
طيب بعوض الحدود الابتدائية عادي، وحكى لي اترست يعني تيال زيرو، حكى لي في نوت تساوي 10، الاي اعطاني 9.81 سالب، فهيو طلعت معي معادلة. هسه طلب مني عند سرعة 5، عند الزمن تساوي 5، اعوض الخمسة هون بطلع جوابي، لانه هسه الفرع اللي بعده هون طلب مني اوجد المسافة. طيب انا هاي انا لو طلعت رقم ثابت كيف بدي احل السؤال؟ ما راح يحل معي، فعشان هيك انا بخليها معادلة. فكرة هاي فكرة لا تعوض الحدود. طيب الفرع الثاني طلب مني المسافة، يا بحل على قوانين الحركة، بقول له y final بدي اياها، y initial مع 20، v not t v not معي ناقص نص في في ربيع الجي معي، بقدر اطلع هاي المعادلة تطلع معي هاي، هي الفي نوت 10، هاي 10 والواي انيشال 20 والجي اللي هي 9.81 على 2 تطلع معي 4.05. يا بحله هاي يا برجع بحل على التكامل. السؤال الجوابين صح. طبعا الواي فاينل اللي بتطلع معي تطلع معي عن الارض، الارض هاي الارض تطلع معي عن الارض، يعني واي فاينل طلعت معي 50، يعني هاي المسافه كامله 50. بينما لو اخذت الاوريجين هون وطلعت المسافه معي 50 فبتطلع معي 50 من هون، نركز حسب الاوريجين اللي اخترته. فانا لا بختار الاوريجين الارض دائما افضل. بعد الفرع الاخير قال لي اوجد الزمن لما تخبط بالارض الكره، اكيد كره ضربت هيك ورجعت هيك، لما خبطت بالارض، لما خبطت بالارض يعني ايش؟ يعني المسافه الفاينل زيرو. عندي مصطلح لازم افهمه قبل ما ابلش بالاساسيات. اول شيء اي كونستانت يعني معادلات حركه، في كونستانت دقيقة V constant يعني A تساوي 0، أقصى ارتفاع V 0. خذوا لي سكرين اكتبوهم ركزوا فيهم. طيب كفو كفو يا شطناوي، شطناوي ليش مستحي تسمعني صوتك والله؟ لا لا مش مستحي. لا عاد. طيب فايش بنعمل؟ A و V A constant معادلات حركة، V constant تسارع تساوي 0، هاي elevation V تساوي 0، وهاي المصطلحات راح تضل معنا لشابتر 15 من الآخر عرفوهم. طيب الزوم راح يفصل كمان 5 دقائق، أول ما أفصل أنا بشويك مباشرة، بستنى دقيقتين فبترجعوا نفس اللينك، بس خلينا نكمل. طيب زي هيك هذا السؤال بدلالة كي وكذا، أصلا دكتور ما بارك شذا شرحه، بس عادي تكامل عاد دلالة مدهية مش صعب أبدا، يعني بتكون بشرحه. البروبلم بروبلم 3، بروبلم 9 هذول بالسيليباس، بروبلم 15 بالسيليباس، بروبلم 28 طبعا حفظتهم قد ما حليتهم. بروبلم 28 أصعب سؤال ممكن يمر عليكم. هيو مثلا طلع حكي لي زائد في، وحكي لي اوجد البوزيشن لما الفي تساوي كذا، يعني اي وفي واكس وفي، جاب لي سيره زمن لا، فبدي اضطر غصب عني استعمل اي دي في، اي دي اكس تساوي في دي في اللي انا اشتقيت لكم اياه اول شيء كتبته، حكيت لكم هذا السؤال بنحل عليه. الفرع الثاني طلب مني position لما t تساوي كذا، يعني v تساوي dx على dt، ال v اللي طلعتها من هون أحطها هون وبكامل تخلص معي. طبعا هذا التكامل الصعب بتاع ساين انفرس وكذا الدكتور ما بيجيبه، إذا جاء خليه أنا أحل لكم إياه. هذول الأسئلة على الفاضي. Uniform Rectangular Motion معادلة الحركة من وين أجت هذول الاشتقاق؟ هنا على التكامل طبعا اللي علينا قبل، فمش شرط دائما كل أسئلة نحل على معادلة الحركة، بنقدر على الاشتقاق بس هيك أفضل. معادلة حركة هاي كل معادلة الحركة الحفظ، معادلة الحركة الحفظ
x final تساوي x initial زائد v not v زائد نص a v تربيع v final تساوي v initial زائد a t v final تربيع تساوي v initial تربيع زائد 2 a تلتا x تلتا x. هذول حفظ، هذول راح نستعملهم بالمادة كثير، ما في غيرهم. تحكي المادة الرابعة اختبر في الزمان فكك منها. هذول الثلاث مهمات. طبعا A constant، ايوه A constant بصف بستعمل هذول، V constant بصفر هاي، V constant بصفر هاي، وهكذا. بس صفر البارتيكل ان شاء الله. هسه بدي افصل الزوم، برجع كمان دقيقتين بفتح، راح ابلش بكرات. يعني انتم فوتوا كمان دقيقتين وبعد دقيقتين برجع عشرة، بس هيك نريح شوي ناخذ بريك دقيقتين وارجع فوتوا. تمام، على نفس اللينك. يعطيكم العافيه. حدا عنده سؤال قبل ما بثلاث دقائق هذول؟ عادي بس يستغل. الله يعافيك. بدي اسالك، انت راح تشرح يعني اليوم شابتر 11 و12 مع بعض؟ راح اضل المساء كبسها كامله، ما فيش وقت لانه عندي بكره ولا بعده. راح اخلص ماده الفيرست، بس مسجل المحاضره، يعني اذا راح عليك جزئيه معينه عادي، بس راح اشرح هسه البكرات يعني اللي كثير سالوني عنه. خلاص طيب، أنا راح أفصل ودقيقتين وبرجع لكم إن شاء الله.